اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وهالمره من عاصمة بلجيكا، عاصمة اوروبا، وعاصمة الشوكولا، عاصمة البطاطا، وعاصمة العواصم من بروكسل. بروكسل مدينة صغيرة وبسيطة بس أهميتها كتير كبيرة، لأنه تعتبر عاصمة بلجيكا وبنفس الوقت هي عاصمة أوروبا لكثرة المقرات التابعة للاتحاد الأوروبي الموجودة فيها. ببلجيكا في لغتين رسميات وهن الفرنسي والهولندي، وبسبب موقع بلجيكا المميز بين فرنسا، ألمانيا وهولندا بتلاقوا فيها تنوع ثقافي كتير كبير، وهالشي بتلاحظوه من أكل الشوارع اللي من كل مطابخ العالم. قبل ما نبلش جولتنا خليني احكي لكم هالقصة الحزينة. انا على اساس مخطط روح باول السنة على بروكسل، بلشت اعمل ابحاث واجمع معلومات عن البلد اللي رايح عليها مثل كل سفرة، واللي اكتشفته على الانترنت انه في شيء اسمه فلاوا كابت، واللي بتصير كل سنتين مرة واحدة لمدة 3 ايام فقط بالشهر الثامن. سجادة مصنوعة من الورود، 400 الف وردة، باكبر واشهر منطقة في بروكسل. بكل مرة بيكون في موضوع معين، فهي السنة كان موضوع ارابيسك. مع انه رايح هاي السنة بما انه ما ضل كتير لهي المناسبة، فقلت اكيد لازم احضرها وخصوصا انه الموضوع ارابيس، فقررت اجل الروحة للشهر الثامن لحتى اشوفها. توقعت طبعا انه يكون في شوية ازدحام، بس ما تخيلت تكون الزحمة لهي الدرجة. المكان ما بينقعد فيه ولا بيمشى فيه ولا فيك تتنفس فيه، لانه كان كمان شوب فوق الزحمه. فاليوم الاول اضطريت الغي كل شيء كنت مخطط له ورحت على الاوتيل نمت، لانيته ما فيك حتى تمشي المنطقه اللي فيها فلاوا كابت. ثاني يوم وثالث يوم الوضع كان احسن بكتير لانه الويك اند كان منتهي. هلا بدكم تقولوا لي استاذ موسى شو العبره من هالقصه البايخه؟ العبره انه ديروا بالكم تروحوا بتوقيت هاي المناسبه اللي هي الشهر الثامن، بمنتصف الشهر الثامن وكل سنتين مره. فيكم تطلعوا على الانترنت لو بكل سهوله موعد المنتظر القادم. فأنا عملت اللي علي وقلت لكم أنه ما تروحوا بهذا التوقيت بالسنة. خلونا نبلش بالكرون بليس أو الساحة الكبرى. أهمية هالساحة جاي من المباني المحيطة فيها مثل قاعة المدينة، كنيسة القديس ميخائيل، دار العمدية ومحلات الشوكولا. بهالساحة بيتم عمل الفلاور كاربت اللي حكينا عليها. الساحة مليانة حياة طول الوقت وخصوصا المساء. إذا حبيتوا فيكم تفوتوا على مجلس المدينة تاون هول، وخصوصا إذا كنتوا بوقت الفلاور كاربت، لأنه من فوق فيكم تشوفوها بشكل أفضل بكتير. تيكت بتكلف 7 يورو على الشخص البالغ. مقابل هالمبنى مباشر بتلاقوا مبنى متحف المدينة اللي بيتميز بشكل المبنى الرائع واللي بيحكي عن تاريخ المدينة. موجود فيه تمثال ماني كامبيس الأصلي اللي يعتبر من أهم رموز المدينة، والتمثال اللي بتشوفوه بالشارع واللي موجود بنفس الساحة تقريبا هو نسخة مزيفة بس طبق الأصل عن التمثال الأصلي اللي بالمتحف، واستبدلوه خوفا عليه من السرقة بعد ما صار تحفة فنية ورمز من رموز البلاد. هالتمثال الغريب تبدل مرارا وتكرارا على مدار السنوات بسبب السرقات والحروب اللي تعرض لها، والنسخة الأولى ما حدا بيعرف امتى انعملت، بس انوضع بهذا المكان بال 1619 والمفروض انه يعبر عن حس الفكاهة عن البلجيكيين وعن الروح المتمردة عندهم. واحدة من المعالم السياحية بنفس المنطقة واللي الدخل عليها مجاني هي كنيسة القديس ميشيل. كنيسة حلوة من جوا ومن برا، وغالبا بيتم استخدامها للاحتفالات الكاثوليكية الوطنية أو مراسم زفاف العائلة الملكية.
لاحظته لحد الآن ما حكينا عن المواصلات، لأنه ببساطة بروكسل كتير صغيرة وما فيها محلات كتير بعيدة، لهيك فيكن تروحوا على كل محل مشي وما رح تحتاجوا كتير وسائل مواصلات. بس إذا احتجتوا شي وسيلة، في عندكن تاكسي، أوبر، باص، مترو. تاكسي والأوبر لقيتهم شوي غالي، الأوبر أسعاره تقريبا مثل أسعار التاكسي، وبشكل عام هنيك ما في محلات كتير بعيدة، لهيك روحوا دائما بباص أو بمترو. بكافة محطات المترو بتلاقوا ماكينات بشا، كل اللي عليكم انه تختاروا بين كرت لرحلة وحدة، كرت يومي او لعشر رحلات، وبعدها بتختاروا اذا بتكون كرت واحد او اكتر، وبعدها بخيروكم اذا بتكون تدفعوا بالكاش او اذا حابين فيكم تدفعوا بالبطاقة. اما اذا بقيانين فترة اطول ففيكم تنزلوا تطبيق اسمه موبيب، وهيك بتصير البطاقة ديجيتال عندكم على الموبايل مسبقة الدفع، فيكم تعبوها من الماكينة مباشر. محطتنا التالية بتبعد شوي عن باقي المحلات بس لازم تروح عليها، لأنها أهم معلم سياحي ببروكسل ورمز من رموزها، واللي هي الأتوميوم، من أشهر مناطق جذب السياحي بالمدينة، واللي صمم المهندس أندري واتركين لاستقبال المعرض الدولي إكسبو 58 اللي انعمل بال 1958. ما كان مخطط للمبنى أنه يضل بعد المعرض، بس النجاح الكبير اللي حققه وإعجاب الناس عمل منه واحد من أهم المعالم السياحية ورمز عالمي لمدينة بروكسل، وبيستقبل 600 ألف زائر سنوياً. المبنى بيمثل وحدة خلية الحديد مكبرة 165 مليار مرة. تيكت فيكن تشتروه مباشرة من المكان أو تحجزوه أونلاين، بتكلف 16 يورو على الشخص. وهيك بنكون خلصنا من الاتوميوم، المبنى بياخد العقل. المبنى من برا احلى بكتير من جوا، بس مع هيك فيكن تفوتوا تفرجوا عليه اذا ما كان الجو كتير شوف، لانه عن جد جوا بتحسوا حالكم بساونا. بس من برا المبنى بياخد العقل وكتير حلو للتصوير. هون انسب مكان لتاخذوا صور تذكاريه لرحلتكم ببروكسل. بعد يوم مشي طويل فيكن ترتاحوا بحديقة موند زاخت. الحديقة مطلة على أهم المعالم السياحية ببروكسل، وعلى طول مليانة حياة، ومنظر غروب الشمس من هالمكان لا يفوت. أما الحديقة الأجمل ببروكسل واللي لازم تزوروها هي باك دو سون كونتينير، أو حديقة الذكرى الخمسين، اللي انبنت للمعرض الوطني بال 1880 للاحتفال بالذكرى الخمسين للثورة البلجيكية، واللي فيها بوابة النصر اللي كتير بتشبه بوابة النصر اللي ببرلين. بهالحديقة بتلاقوا واحد من أجمل المتاحف ببروكسل، Outer World، اللي بيعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة مكونة من أكثر من 250 سيارة أوروبية وأمريكية من أواخر القرن التاسع عشر إلى التسعينات. تيكت بتنشر مباشرة من المكان، بتكلف 13 يورو على الشخص البالغ.
مقابل هالمتحف مباشرة بتلاقوا المتحف الملكي للقوات المسلحة والتاريخ العسكري. طبعا اسم المتحف بيشرح عن حاله بحاله. صراحة المعالم السياحية ببروكسل ما كتير حبيتها، ما فيها كتير أشياء مميزة ومملة. المشهورة في بروكسل هو الأكل تبعها. الأكل ببروكسل أكلات الشوارع من الفرايز، وافل، بوظة، حتى الحلو العربي السوري اللي بنشوفوه ببروكسل يختلف تماماً عن كل البلدان العالم. يعني الحلو العربي أنا بحياتي ما شفت مثله، كتير شكله غريب. البطاطا المقلية ببروكسل لها طعم كتير مميز وريحة كتير حلوة، لأنه بيقلوها بدهن العجل، ما بيقلوها بزيت عادي. إذا بتمشي بالشارع فيه مطعم بطاطا بتشم الريحة على بعد كيلومتر، والريحة بتغصبك تاكل منها، مع أنه أنا ماني من جماعة البطاطا المقلية وما كتير بحبها، بس كتير 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 طيبة. الريحة تبعيتها بتجنن. يخرب بيضة مالطيبة. إذا حابين تجربوا البومس فرايز البلجيكية الأصلية، فميزو أنطوان هو المطعم الأشهر والأقدم والأطيب. وافل بلجيكي كمان كتير مشهور، كل مترين أو يمكن كل متر بيبيعوا منه، ولكن أطيب وأشهر المطاعم اللي ممكن تجربوه عنده هو ميزو دوندوان. كتير كانت طيبة، بس ما حسيت انه فيها شيء بيميزها عن غيرها من الوافل اللي ممكن تاكلوها باي بلد تاني، بس حلو الاهتمام فيها بهذا البلد. ومن الاكلات اللي مشهورة فيها بلجيكا هي الشوكولا البلجيكية، واللي بتلاقوها بكافة الاشكال والانواع وبكل مكان، بس افضل مكان هو رويال جاليري. المكان عبارة عن سوق مغلق فخم كتير، بيحتوي على مجموعة محلات من افضل الماركات. النصيحة الأخيرة هو مطعم كافيي دونزاخت اللي مختص بالبرانش واللي مشهور بالفلافي بانكيكس اللي بيعملها واللي مستحيل تاكله أطيب منها بالعالم. وهيك بتكون خلصت جولتنا ببروكسل. إذا حابين تعرفوا تفاصيل أكثر، إذا حابين تتواصلوا أو تشوفوا المواقع اللي كنت فيها بالترتيب، فيكن تفوتوا على الإنستغرام هايلايت براسل، ومن هنيك فيكن تشوفوا الأماكن اللي كنت فيها بالترتيب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك وتدعموا لنا القناة شوي. بعرف إن هاي غلاظة بس هيك حميت المنظر. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك وتدعموا لنا القناة شوي. نشوفكم بفيديو جديد. باي باي.